تزمر في ريف حمص وأثناء تحري وتفتيش إحدى المزارع القريبة من معبد بيل الأثري، عثرت الجهات المختصة على مكيفات وأجهزات كهربائية وأكبال نحاسية وأنابيب مياه كانت العصابات الإرهابية المسلحة سرقتها من أماكن مختلفة. كما فككت الجهات المختصة عددا من العبوات الناسفة وزنها حوالي 15 كيلوغراما كانت مزروعة على الطريق الواصل بين فندق الديديمان وفندق السميرميس، إضافة لتفكيك عبوة ناسفة لاسلكية كانت مزروعة على طريق تدمر دير الزور منطقة آرك جسر آرك وقامت بتفجير أخرى.